دكتورة اللي هو بتاع الإفخارستية. تمام. حضرتك طبعا سمعت إنك واخدة دكتوراه في اللاهوت، مش كده؟ ماجستير. واخدة ماجستير في اللاهوت، أنا واخد بكالوريوس بس. تمام. العهد القديم بينقسم إلى 3 أقسام، بنقسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول الشريعة، الجزء التشريعي، الجزء التشريعي اللي هو يعتبر بلغة اليومين ده القانون. لو واحد سرق تحكم عليه بكذا، لو واحد قتل تحكم عليه بكذا، لو واحد اغتصب تحكم عليه بكذا، يعني قانون. الجزء الثاني الجزء الطقسي اللي هو تجيب ذبيحة وتوديها للكاهن والكاهن يذبحها ومش عارف ايه، ويرتب له العبادة من يوم 14 ليوم 21، تنزع الخمير، الجزء اللي عرفيه ده في الفيديو، الجزء الطقسي كله طبعا انت حضرتك عارفاه. الجزء الاخير اللي هو الجزء الادبي. 3 أجزاء أو العهد القديم عبارة عن 3 أشياء. أول شيء الجزء التشريعي، ما عدناش إحنا كمسيحيين ملتزمين به، يعني لو واحد قتل أنا مش هرجع للعهد القديم وأشوف ربنا حكم على القتل بإيه وأقول له نفذه. ليه؟ لأن المسيح قال اعطوا لقيصر لقيصر، خلاص المسيح نقل الجزء التشريعي ده وادى السلطة دي لقيصر، فقيصر هو بقى اللي قرر. يقول هنعدموه، نقول له انت حر، يقول سجن مدى الحياة، نقول له انت حر، يقول مش عارف ايه، نقول له انت حر، اعطوا ما لقيصر لقيصر. الجزء الطقسي برضه احنا مش ملتزمين بيه، عشان انت متمسكة بالخميرة وبتقولي انتوا كده بتخالفوا الكتاب بتاعكم. احنا مش بس مش معدناش ملتزمين بالخميرة، احنا معدناش ملتزمين بكل الأعياد اليهودية، معدناش ملتزمين بكل الطقوس اليهودية. ليه؟ كانت بتشير إلى المسيح، ولما تحققت في المسيح ما بقيناش خلاص محتاجين إلى إشارات. الجزء اللي احنا ملتزمين بيه اللي هو الجزء اللي هو الوصايا، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، الوصايا وما على شكلتها في العهد القديم كله. فالفيديو اللي حضرتك عملتيه انا شايف انه يعني لو عندك، لو كنت خدت الماجستير في اللغات كنت عرفت الكلام اللي انا قلته، ما كنتش عملت الفيديو ده. طيب انا بس هقول لحضرتك، اساس مش موجود. طيب تمام، حضرتك بتقول ان المسيح لغى شريعة العهد القديم وقال اعطوا ما لقيصر لقيصر، فاصبح انا ما عنديش حاجة التزم فيها بالشريعة، انا ما عنديش نص كتابي بيقول اللي حضرتك قلته. النص اللي حضرتك بتقوله في اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ده كان في مناسبة معينة المسيح سألوه ندي الجزية لقيصر ولا لأ، يعني هل نلتزم بالقوانين المدنية ولا ما نلتزمش، ده اللي حضرتك قصد تقوله. فقال لهم التزموا واعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولكن مش معنى كلام المسيح في الوقت ده انه قال لهم الغوا الشريعة يا ولاد، احنا كده ما بقاش عندنا شريعة ولكن احنا هنمشي بس على الاحكام المدنية. حضرتك ما عندكش نص في الكتاب بيقول الغوا شريعة العهد القديم، عشان حضرتك بتقول لي المسيح جه لغاها. المسيح نفسه قال ان هو ما لغاهاش، لان هو جه قال برضو ما جئت لانقض الناموس والانبياء بل لاكمل. يعني هو شريعة العهد القديم اللي حضرتك بتقول ان هو لغاها، هو ما لغاهاش، ما عنديش نص بيقول كده. يعني انت شايفة ان المسيحيين لازم يلتزموا بكل احكام العهد القديم كشريعة قانون، باننا نجيب نرجم مثلا الزانية نرجمها او والله ده نصوص الكتاب يا حضرة القسيس، مش انا اللي جايبها من ده عندي. تفسيرك؟ لا ده تفسيرك، لا ده مش تفسيري، لا ده نص الكتاب يا فندم، ده مش تفسيري، هو انا اللي جايبها من عندي. يا دكتورة الكرة الأرضية فيها 2 مليار مسيحي،
هل في حد فسر الكتاب زي ما انت قلت كده اه زي طبعا ما طبعا الكتاب قلت فسر كده؟ الكتاب كده، امال حضرتك بيفسروها ازاي؟ طب فسرها لي حضرتك. هو المسيح حد لما جه قال، فسرها لي. لا بص بص يا حضرة القسيس، هو دلوقتي لما المسيح جه قال ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء، حضرتك كده بتناقض كلام المسيح في الجزئية دي اللي بتقول أنا الشريعة خلاص ما بقيناش ننفذها. لما المسيح نفسه قال أنا ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء، حضرتك طب فسر لي التناقض ده جه إزاي؟ يعني حضرتك بتقول لا إحنا كده خلاص ملهاش لازمة بالنسبة لنا، والمسيح نفسه قال أنا جئت لا لأنقض، يبقى إيه بقى؟ ايوه، ما انا قلت لك ان الشريعه الادبيه اللي المسيح كان بيتكلم عنها لا واسمها المسيح ما الادبيه اتكلمش على الشريعة الأدبية يا فندم، المسيح اتكلم على الشريعة بالكامل، قال الناموس يا والأنبياء. دكتور، يا دكتوره انت هتخليني اعمل لك زي يحيى الفخراني واقول لك اتلاقي لا 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 يا معلش، دكتوره لا 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 تطلعي حضرتك ابر الموعظه على الجبل قريت كده. الموعظة على الجبل وعندي استعداد أفسرها لحضرتك تفسير زي ما هي موجودة بالظبط، اتفضل. مالها الموعظة على الجبل؟ قال إيه؟ الموعظة على الجبل من أول كلمة لآخر كلمة اتفضل. شريعة أدبية. لا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم. سمعت أنه لا قيل لا استنى، لا لا حضرتك لكم استنى استنى، أما أنا فأقول لكم إيه؟ طب ما نكمل. أما أنا فأقول لا لكم إيه؟ تقتل، أما أنا فأقول لكم من غضب على أخيه باطلا يكون مستوجب نار جهنم، يكون مستوجب المجمع، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب، يكون مستوجب المجمع، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب نار جهنم، صح؟ يعني المسيح ما ناقضش الشريعة، بالعكس ده صعبها، ده قال لك إن مش بس لو قتلت، أنت لو غضبت على أخيك هتبقى مستوجب المجمع، ولو قلت له يا أحمق مش قتلته، ده أصعب، هتكون مستوجب نار جهنم. فحضرتك بتقول نقض الشريعة، ما نقضهاش. فين النقد للشريعة؟ ده ادالك بعد جديد حضرتك، هو قال انا جاي اكمل هو قال اكمل، هو كملها بالظبط، يعني هو هو كملها، اه حط لك بعد جديد. العهد القديم كان بيعاقب على فعل القتل، المسيح جاب جذور القتل اللي هو الشتيمة او من يغضب على اخيه او رائع، من بس ما قالكش برضو حضرتك ان اللي هيقتل مش هيتحاسب، ده قالك اللي هيغضب هيتحاسب، فما بالك اللي هيقتل؟ ما قالكش ابدا في الموعظه على الجبل ان اللي هيقتل خلاص يا جماعه معلش مش هيتحاسب، لا ده قالك اللي هيغضب على اخيه باطلا هيتحاسب. لا هيتحاسب، بس هيتحاسب ازاي؟ أه. هيتحاسب انا ويكون مستوجب المجمع اهو، يستوجب المجمع اهو، اه مدني اهو. المجمع مش مدني، المجمع ديني. دي تمام، يعني اقصد في الدنيا قبل نار جهنم كمان، يعني اهو، يعني ما قال لهمش يا جماعه اللي هيقتل خلاص احنا لغينا عقوبه القتل، لا ما قالش كده، ده بعد جديد للموضوع. انا قلت انه لغاها، هو انا قلت انه لغاها، اه حضرتك قلت انا كده، قلت ان احنا هنلجأ، لا انا قلت ان هو حضرتك قال قلت ان نحولها ادبيه وما بقيناش محتاجينها في حاجه. يا دكتورة افتكر اللي انا قلته، قلت ان حضرتك انا فاكره المسيح كويس، حول. انا كاتبه وراك على فكره، طب سيبيني افكرك باللي انت كاتباه. اتفضل. قلت ان لو واحد قتل مش هنلجأ للعهد القديم ونشوف العهد القديم حكم على القاتل بايه، وانما هنشوف قيصر. قيصر قال هنعدمه، هنقول له امين. قيصر قال هنسجنه مدى الحياة، هنقول له امين. ده اللي انا قلته. ماشي تمام، وحضرتك قلت برضو نصا ممكن مداخلة يا دكتورة؟ مداخلة سريعة. بولس نفسه قال في العبرانيين كالآتي: من خالف ناموس موسى، من خالف ناموس موسى، أي حد يخالف ناموس موسى فعليه شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رفع. يعني اللي بيخالف الناموس بدون رفع ده بولس يستشهد بين بابا من العهد القديم، طيب من العهد القديم. حضرتك بيتكلم عن ناموس، حضرتك بيتكلم عن ناموس برضه. الجزئية الثانية اللي حضرتك بتتكلم فيها النص اللي بتستشهد بيه اللي هو اعتماد قيصر لقيصر، واعتماد ده كان مناسبته لحضرتك، هم كانوا الجزية بيختبروا المسيح عشان لو قال لهم ادفعوا الجزية يبقى كسر الشريعة، ولو قال لهم ما تدفعوش الجزية سلطوا على الرومان وده بيحرض على ثورة فيصمت. فالمسيح كان ذكي جدا واتعرف على العبرانية حاجة جدا اللي هي يعني ما لغاش الشريعة، حضرتك ما لغاش الشريعة، ما لغاش الشريعة خالص، ولا قال ولا قال انا بلغي. كلام بولس نفسه حضرتك، كلام بولس نفسه بينقض الشريعة، بينقض ناموس موسى، ناموس موسى بينقض الشريعة دي.
هات شهادين او ثلاثه واتقتل. المسيح نفسه ما نقضش الناموس والانبياء. شكرا وتخرج. ايه ده، هو بولس الرسول بيستشهد بنبوه من العهد القديم، بيقول لهم ان فتان بيقول من خالف ناموس موسى فعلم فم شهادين او ثلاثه يموت بدون رأفه. دي حاجه دي كانت بتحصل في العهد القديم، لكن مش معنى كده ان هو بيقول لهم انه من خالف ناموس موسى على فم شهادين. مش دي مش مقوله من بولس. مش دي تعليم يا فندم؟ ما هي ناموس موسى مش هو الشريعه؟ مش ناموس موسى هو الشريعه؟ طب اللي خالفها كلام بولس؟ بولس كل الكتاب موحى له صالح للتعليم والتوبيخ والتأديب الذي في السر. كل الكلام اللي في الكتاب اللي انت قلتها ده بولس بيقول استشهاد في العهد القديم. حتى بص انت في الدور دي تعليم بيديها، المفروض تعليم كتاب صالح للتعليم والتأديب والتوبيخ الذي في السر. بص ما بتفسرش بمزاجك لو سمحت، وانما شوف صوره المسيحيين. هل احنا المسيحيين اللي بيخالف ناموس موسى على فهم شهادين او ثلاثه بنموته؟ هل بنعمل يا فندم بولس اللي قال كده في العبرانيين؟ حضرتكم مش عايزين تطبقوا الكلام بتاعه؟ قول لي الشاهد بتاعه عشان اطلعه. 10 28 اقولها لحضرتك انا من ترجمه الحياه عشان سهله شويه في التفسير. بيقول لحضرتك ايه من اول عدد 26: فان اخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق، لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطايا، بل انتظار العقاب الاكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين. ويا له من انتظار مخيف. فتعلمون بقى ان من خالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة على ان يؤيد مخالفته شاهدان او ثلاثة. ففي ظنكم طب ما انا هكمل لحضرتك. طيب ففي ظنكم كم يكون اشد كثيرا ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله، اذ يعتبر ان دم العهد الذي يتقدس به هو دم نجس. يعني ما قالش في النص ده ان احنا خلاص لدينا ده، لا ده هو بيستشهد بيقول ان اللي بيخالف شريعة موسى كان بيحصل له كده، فكم وكم بقى اللي بيدوس ابن الله ويعتبر ان دم العهد الذي يتقدس به هو دم نجس والكلام ده كله. فاذا هو بيقر ان شريعة موسى قائمة، ده اقرار من بولس ان شريعة موسى قائمة. ايام زمان يا دكتوره انت بتفسر ازاي؟ انا مش بفسر، انا بقرا لحضرتك النصوص. انا ما فسرتش على فكره، هو انا بفسر حضرتك؟ انا بقرا النص فقط، فين التفسير اللي انا فسرته؟ فين التفسير؟ انا قرات على حضرتك النص من ترجمه الحياه فقط. من خالف ناموس موسى فعل. نعم بتقالي حد بيتكلم، معلش. فبيتكلم على ان في العهد القديم كان اللي بيخالف موسى فاللي كان بيخالف الشريعة دي يتعاقب بانه يموت، بس يكون في 2 أو 3 شهود يشبه اليهود اللي في اورشليم، ونحضر عيد الفصح هناك ونقدم ذبايح زي ما كانوا اليهود بيعملوا كده، ذبايح في اورشليم في عيد الفصح، وننزع الخمير من بيوتنا من يوم 14 ليوم 21 في الشهر زي ما حضرتك بتقولي. لا انا لا لا حضرتك انا ما قلتش كده. لا 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 يا حضرة القسيس انا ما قلتش كده. انا قلت يا فندم نصا ان المسيح قدس الطقس على فطير، ليه المسيحيين بيتناولوا على خميره؟ انا ما قلتش انزعوا ولا اعملوا، لان انتوا مش هتعيدوا، ثواني بس، لان انتوا مش هتعيدوا اعياد اليهود، خلاص خلصت، فمش هتعيدوا اعيادهم ولا هتعيدوا الفصح ولا الكلام ده. ليه؟ لان المسيح فصحنا، ثواني، لان المسيح فصحنا قد ذبح، خلاص فمش هتعيدوا الفصح. ولكن المسيح قدس الطقس على خمير، على فطير، يبقى ليه احنا نعمله على خمير؟ ايوه
أنا بسأل حضرتك، أن حضرتك شايفة إن إحنا خلاص ما عدناش ملتزمين بإننا نذبح الفصح زي اليهود، وذبائح الخرفان خلصت خلاص، لكن الخمير ما خلصش. لا ما خلصش طبعا، لأن تقديس الطقس كان على فطير، أعمله أنا بعد كده خميرة ليه؟ لما أصلا في نص بيقول إن ما يتقدمش خمير على المذبح، أقدم أنا إزاي؟ ده مخالفة. هو أصلا الخمير ما كانش بيروح المذبح، دي حاجة كانت في البيوت أصلا. لا حضرتك، في نص في اللويين بيقول إن لا يقدم خمير على مذبح الرب. ما علينا، فدلوقتي حضرتك بتقدم خميرة على مذبح الرب. انت قاليكي بنفسك بلسانك قلتي انتم ما عدتوش ملتزمين بذبح الخروف، ماشي، وده ايه علاقته حضرتك بان انتوا بتقدموا خميرة على المذبح؟ احنا عايز افهمك ان الجزء الطقسي خلاص احنا كله ما ده ملوش علاقة بالطقس يا فندم، ده ملوش علاقة بالطقس، ده ليه علاقة بتأسيس الطقس نفسه. يعني المسيح أسس الطقس ازاي؟ أسسه ازاي؟ لازم لما اجي أسس بنفس الشكل، دي أول حاجة. كمان أنا عندي مخالفة صريحة بتقول إن لا يقدم خمير على المذبح، لا يقدم خمير على المذبح ولا عسل على المذبح. حضرتك هجيب لك النص دلوقتي حالا اللي بيقول كده في سفر اللويين، وده نص موجود ملوش علاقة بقى لا بفصح ولا بغيره. يعني هو أصلا ملوش علاقة لا بالفصح ولا بغيره. يبقى لمس الميت نجاسة. طبعا 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 لمس الميت نجاسة طبعا. وهل في حاجة تقول إن لمس الميت مش نجاسة؟ في حاجة عند حضرتك في الكتاب بتقول المس الميت مخالفا للي موجود في الكتاب؟ والمرأة الطامس نجسة. في حاجة عند حضرتك، انا دلوقتي انا بسأل سؤال بعيدا بقى عن كل اللي حضرتك بتقوله، في حاجة عند حضرتك بتقول غير كده؟ لا ما هو انا قلت لك ان كل الشريعه الطقسيه لا انا ماليش دعوه باللي حضرتك بتقوله، انا عندي نصوص كتاب. يا ريت حضرتك لما تكلمني بنصوص الكتاب برضه. نصوص الكتاب ده تفسيرك؟ لا انا مش تفسيري والله، انا جايبه لحضرتك نصوص كتاب الشريعه. طيب حضرتك بتقولي ده تفسيرك يا فندم، انا مش بفسر، انا بقرا لحضرتك نصوص، فحضرتك برضه ما تفسرش، اقرأ لي نصوص. أنا بقول لك في نص بيقول، بقول لحضرتك في نص بيقول إن لا يقدم على المذبح أي شيء فيه خمير. حضرتك اديني نص قول لي إن مذبح العهد القديم مش مذبحنا حضرتك، مذبح الرب أيا كان هو إيه، ده مذبح الرب. الرب حط مبدأ أبدي إن ما يتقدمش خميرة على مذبحه، اجي اناقضه ليه؟ طب قول لي حضرتك، برضو حضرتك بتقول لي ده مذبح، طب قول لي ان المسيح جه قال، او بولس حتى، او يوحنا، او ايا كان حد كتب في الكتاب جه قال ان احنا من حقنا نعمل كذا مخالفه لنصوص العهد القديم. هات لي نص. انت لسانك قلت لي خلاص انتوا ما عدتوش ملتزمين. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه؟ لاني عندي نص بيقول ايه؟ بيقول لأن فصحنا المسيح قد ذبح من أجلنا، خلاص فما بقاش عندنا فصح، تمام كده؟ لكن ما عنديش نص بيقول قدموا خميرة على المذبح. طب عيد المظال إيه رأيك حضرتك نروح نحضره في أورشليم؟ يا فندم أنا، هو ليه حضرتك بتشعب الموضوع؟ أنا موضوعي دلوقتي بتكلم في حاجة محددة، أنا ماليش دعوة بالأعياد، الأعياد ده أمر منتهي، أنا بتكلم في شريعة، الشريعة بتقول إني ما ينفعش أقدم على المذبح خمير، مذبح الرب لا يقدم عليه خمير، تمام كده؟ حضرتك بتقدم على المذبح خمير، قلت لك هات لي نص بيقول قدموا على المذبح خمير يا جماعة، بس، لكن أنا ماليش دعوة بالأعياد، أنا ما بتكلمش في أعياد دلوقتي، ما أنا بقول لحضرتك إن أنتوا مش ملتزمين بعيد الفصح ليه؟ وجبت لك نص، ما أنا بقى بجيب نص. ده انت فتحت حاجات برضو
طب انا دلوقتي، طب بص حضرتك برضو عشان ما نشعبش الامر، احنا خلينا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا دلوقتي حضرتك احنا بنتناقش في موضوع ايه؟ موضوع الافخارستية. نخلص موضوع الافخارستية وندخل على اي موضوع حضرتك عاوزه بعد كده، لكن خلينا في الافخارستية مبدئيا. الافخارستية بيقول ايه؟ بيقول ان لا يقدم على مذبح الرب خمير، وده الكلام اللي انا قلته في الفيديو. انا ما قلتش روحوا عيدوا الفصح وعزلوا من بيوتكم الخمير، ما قلتش الكلام ده. انا قلت نصوص صريحة جاية من العهد القديم. خمير كان مرتبط بالفصح. لا 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 لا، مش مرتبط بالفصح. هجيب لحضرتك النص، هجيب لحضرتك النص حالا. ثانية، هجيب لحضرتك النص فين وبيقول ايه بالظبط علشان اهو. لويين 2:11 بيقول ايه حضرتك؟ كل التقدمات، كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لان كل خمير وكل عسل لا توقدوا منها وقودا للرب، ولا خميرة ولا عسل يتحط على مذبح الرب خالص. تمام؟ اهو بيقول لك كل التقدمات دي فين؟ دي فين حضرتك؟ دي في سفر اللاويين، سفر اللاويين. ريحة تاني، ريحة تاني كده. انا يا حاضر ثانيه، ادي اللاويين هجيبها لك من هنا. لاويين 2 الفانتايك. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقد منها وقودا للرب. طب كده العسل بقى محرم علينا كمان، ما يتحطش على المذبح حضرتك. أنا ما قلتش محرم عليك، لكن ما يتقدمش على المذبح، ما يتقدم. ده كلام، ده كلام الكتاب مش كلام. ده كلام الكتاب. مصر على التفسير بتاعك. انا مش هو حضرتك، انا ما فسرتش، انا بقرا الكتاب. هو حضرتك شفت مني اي كلمه فيها تفسير؟ انا ما فسرتش على فكره. ليه مصمم ان انا بفسر؟ انت مصر على ان شريعه العهد القديم تستمر على شريعه العهد الجديد، وبعدين اتكلمنا يا فندم. انا ما عنديش نص، انا ما عنديش نص بيقول ان قدموا يا جماعه خميره على المذبح. ما عنديش نص بيقول كده. انا عندي نص بيقول ان مفيش اعياد، فقلت لك مفيش اعياد اهو، قلتها لك ليه؟ لاني عندي نص بيقول كده، لكن ما عنديش نص بيقول خلفوا النص اللي في لويين 2 وقدموا خميره على المذبح. ما عنديش نص. حضرتك هات لي نص، انا ما عنديش مشكله. لو جبت لي نص هقول لك انا فعلا غلطان. ما عنديش نص بيقول كده. انت عايز نص يقول ان احنا هنلغي شريعه العهد القديم ونبتدي نشتغل بشريعه العهد الجديد. اه بالظبط. وبالتالي انت شايف انه كل ما في العهد القديم كله بلا استثناء ما زال شغال في العهد الجديد. بص حضرتك، المسيح قال كلمه صريحه، قال ايه؟ ما جئت لانقض الناموس، الناموس اللي هو ايه؟ الشريعة اللي نزلت من عند ربنا، ولا الأنبياء. الأنبياء يعني إيه؟ يعني كل حاجة اتقالت في كتب الأنبياء من شريعة أو من قانون إلهي. فالمسيح لا جاي ينقض أي قانون إلهي نزل من عند ربنا كده أو بفم الأنبياء، هو قال كده بنفسه. تمام؟ فإذا أنا ما عنديش نص غير نص المسيح ده إن هو مش هيناقض كلام العهد القديم. ما عنديش نص بقى بيقول ايه؟ لا احنا هنناقض كلام العهد القديم. مثلا العهد القديم كانت بتحكم بالرجم، يبقى حضرتك شايفه ان بما ان ما فيش آية قالت بطلوا رجم، يبقى لازم المسيحيين عشان ينفذوا شريعتهم. والله انا دي مش قصتي. يا بص حضرتك، انا كلامي واضح. يعني كلامي كل دي موضوع واحد، دي مش مواضيع مختلفه. انا ما انا كلامي واضح، ما انا بقول لحضرتك انا ما عنديش حاجه، انا ماليش دعوه بقى بالرجم وبغيره. انا عندي دعوه بمجمل الناموس ومجمل الشريعه.
انا بتكلم في الناموس ليه ماسك لي في الرجم وماسك لي في انا ماليش دعوه بدول، انا ليا دعوه بالمجمل. بالمجمل حضرتك دلوقتي حاجه واحده بس، مين دول كلهم؟ حاجه واحده بس، دول جزء تشريعي وجزء طقسي. انا شايف انه في العهد او مش انا المسيحيين اللي في العالم كله، لا المسيحيين ما يشوفوش يا فندم، احنا عندنا كتاب. المسيحيين ما يشوفوش، اللي يشوف مين؟ اللي يشوف الكتاب. الكتاب هو اللي يشوف، ونصوص الكتاب هي اللي تشوف. لأنك لأنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طيب موضع لساني، فبيتكلم عن الشريعة الأولى. لا لا معلش هات لي النص ده تاني، لا معلش أنا آسفة، هات لي النص ده تاني. أنا مش لو كان ثانية خليك معايا. اتفضل. ذلك الأول بلا عيب، اعمل سيرش. عبرانيين 8 7 عبرانيين 8 7 اوكي ثانية نجيب عبرانيين. عبرانيين 8 اوكي ثانية. هؤلاء فرئيس كهنتنا اذا قد حصل على خدمة افضل من خدمة الكهنوت الارضي لكونه الوسيط الذي اعلن لنا، فلو كان العهد السابق بلا عيب لما ظهرت الحاجة إلى عهد آخر يحل محله. رائع جدا. يحل محله يعني إيه؟ يعني يلغي القديم. والواقع أن الله نفسه يعبر عن عجز في قول أحد الأنبياء قديما، هذا العهد الجديد ليس كالعهد الذي أبرمته مع آبائكم حيث أمسك. طيب هو هنا حضرتك بيتكلم على العهد، على العهد احنا لو جينا بنشتغل بعهد، ده النص اللي حضرتك عايزاه ولا مش ده؟ لا مش هو ده النص اللي انا عاوزاه طبعا. هو هنا بيتكلم على العهد ولا بيتكلم على الشريعة والانبياء؟ وهل هنا كلام بولس، ثواني، هل هنا كلام بولس لو بيتكلم على الناموس والانبياء يبقى مناقض لكلام المسيح ولا مش مناقض؟ يعني ايه مناقض لكلام المسيح؟ المسيح قال انا جئت لا لانقض الناموس والانبياء، يعني الناموس والانبياء ما زالوا قائمين. نعم ما زالوا قائمين. رائع. ونفس عبرانيين قال كده. بس ما معنى ما زالوا قائمين؟ ما زالوا قائمين انهم شريعه مقدسه نتعلم منها، لكن الجزء الادبي زي ما قلت لك ده مش شرح طائفة واحدة على فكرة، ده كل الطوائف المسيحية. أنا سمعت إنك أنت كنت إنجيلية، فكلية اللاهوت بتاعتك قالوا لك نفس الكلام. لا والله ما قالوا ليش نفس الكلام، لا ما قالوا ليش نفس الكلام. أنا ما كنتش بدرس تفسير يا حضرة القسيس، أنا كنت بدرس نصوص كتاب، فما عنديش حاجة اسمها تفسير، ومش ملزمة أسمع تفسير حد. أنا ما هو ملزم ليا وملزم لحضرتك نصوص الكتاب. طب دي جبت لك نص كتاب، انا كنت بقول لك ان في العالم كله بيعملوا كده. ده نص كتاب، جبت لك نص كتاب. لا ده 10 حضرتك قلت لك كلها اتحل. تمام لما بيتكلم على شيء بيتكلم على ناموس في شيء. ما انا بقول ده العهد، ده العهد مش الناموس. انا بعمل العهد والناموس، ده اسمه العهد القديم. لا حضرتك العهد حاجة والناموس حاجة. العهد الذي أبرمته مع بني إسرائيل أو عملته مع بني إسرائيل ده كان عهد أبدي، إن هم طول ما هم بيعبدوني وماشيين ورايا والكلام ده كله، إن هم هيفضلوا أبنائي وأنا هفضل أبا ليهم وهفضل أحميهم وهي مكتمل على العشرة، بس بشرط تتمسكوا بنواميسي. بالظبط. غير ناموس موسى. فين الناموس؟ حضرتك بتتكلم على العهد، أنا بتكلم عن الناموس والشريعة. حضرتك دلوقتي بتخلط معايا بين العهد والناموس والشريعة. العهد حاجة والناموس والشريعة حاجة تانية. نقضوا شعب إسرائيل العهد مع أبنائهم، بس بشرط هنا في العدد تمسكوا بالنواميس، يعني نمسك بالناموس زيادة، لازم تاخد الشريعة. يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يقودون لشعب. نفس كلام العهد القديم بالظبط اللي نقضوا آبائه، فعمل عهد جديد مع الأبناء بس بشرط يتمسكوا بالناموس. أدي الشريعة حضرتك. وبعدين بص حضرتك في عدد 6 بيقول إيه؟ في عدد 6
عدد ستة من نفس الإصحاح اللي حضرتك جايبه، عدد ستة بيقول: فرئيس كهنتنا إذن قد حصل على خدمة أفضل من خدمة. أنا بقرأ من ترجمة الحياة عشان هي أسهل في التفسير، لو عاوزني أجيب لك من الفان دايك أوكي. على خدمة أفضل من خدمة الكهنوت الأرضي، لكونه الوسيط الذي أعلن لنا قيام عهد جديد أفضل من العهد السابق. في إيه؟ لكون هذا العهد الجديد ينطوي على وعود، وعود أفضل، مش نواميس، مش شرائع. ادانا وعد، عارف ايه الوعد؟ ان احنا هنصير ابنائه، ان كل الذين قبلوه صاروا اولاد الله. ممكن حضرتك تقولي لي ايه يعني ايه كلمة ناموس؟ الناموس هي كل ما، كل القوانين اللي انزلت من عند الله وكانت ملزمة للشعب، ده الناموس. يعني ايه كلمة شريعة؟ الشريعة هي كل ما قيل برضو للشعب بقوانين من عند ربنا قيلت على فم الأنبياء. يعني هي ناموس، هي شريعة دي قلتيها؟ لا، الناموس ده، الناموس اللي هو اللي ربنا لا تقتل لا تزني لا، اللي هي دي. والشريعة بقى اللي هي التفصيل بتاعها اللي نزل على فم الأنبياء. يعني ناموس هو شريعة، هو عهد. لا، عهد حاجة تانية خالص. ايه بقى الفرق بينهم؟ لا، اقول لحضرتك العهد ده، العهد الابراهيمي، عهد الرب مع ابراهيم. عهد شريعة، العهد ان احنا نتعهد معاك مع وعد بحاجة، بشرط حاجة، بشرط انك انت تعمل حاجة. يعني لما اقول العهد القديم، هل معناها ان كل الاسفار دي هي وعد الله لابراهيم بس؟ لا، الاسفار مالها بوعد الله، مالها بوعد الله لابراهيم؟ الكتاب المقدس عباره عن عهد قديم وعهد جديد. ايوه، مال ماله؟ يعني ايه عهد؟ عشان ببسط حضرتك معنى كلمه العهد في مثل ابراهيم، في المثل بتاع التكوين، لما الرب اعطى ابراهيم عهد، في عهد بين الرب وبين ابراهيم، ايه؟ انه يكون ابا لجميع الامم وهيكسر نسله وكذا وكذا وكذا. بس العهد ده ايه؟ ان كان يصير الها له، الرب يصير الها له وما يتبعوه يتبعوا تعاليمه، ده العهد. لما جه هنا طبق لي تفسيرك ده لما اقول العهد القديم. يا العهد القديم. طب ماشي، ما هو العهد القديم فيه، العهد القديم فيه عهود كتير. العهد القديم عند حضرتك ده كان انبياء العهد ده، مين اللي سمعها؟ مين اللي سمعها؟ عهد قديم حضرتك، الله ما سماهوش عهد قديم. رب اللي سمعها. يعني انت رايك ان احنا دايما بتقول هذا هو العهد القديم لكم يا شعب اسرائيل؟ ابدا، هذا هو العهد الجديد. لا، العهد ده حضرتك مسميات بشريه، مسميات بشريه. انما العهد لما بيورد في اللفظ الكتابي، بيورد العهد بين الرب وبين حد، بيعاهد الشخص ده على شيء بشرط كذا ووعد بكذا، ده معنى العهد. انما الشريعه ليها معنى تاني خالص، اللي هي التعليم بقى، قوانين مفصله على لسان الانبياء. لو واحد زنى ده يترجم، لو واحد مش عارف اكل خميس. طيب انا ممكن يا دكتوره ترجعي للعبرانيين اصحاح 7 لو سمحتي، بس عشان ما نقعدش نناقش. طب بس انا هقول لحضرتك، انا هقول لحضرتك سنتكلا، بما ان حضرتك ارثوذكسي، بيقول ايه في مصطلح العهد؟ بيقول ان العهد هو عباره عن علاقه من الالتزامات المتبادله، وعاده ما تتضمن وعود والتزامات وطقوس. يمكن استخدام مصطلحات العهد والعهد بالتبادل، على الرغم من أن العهد يميل لاستخدامه في العلاقة بين اليهود والله، ده كلمة العهد. يعني العهود ملهاش علاقة بالشرائع ولا الناموس، تمام؟ والعهود، العهود في الكتاب المقدس، أنا بقرأ لك أهو من سنتك. لا، العهود في الكتاب، بس أصل هنقعد نناقش نقطة منتهية بعد إذن حضرتك. لا، مش منتهي. كلمة ناموس اللي هي في اللغة الأصلية نوموس معناها قانون أو شريعة، والشريعة هي الناموس، والناموس هو الشريعة. ماشي، ماله العهد بقى؟ احنا هنسيب النقطة دي. ايه دخل العهد بالموضوع؟ ايه دخل العهد؟ العهد ملوش علاقة بقى. طب ممكن حضرتك ترجعي لإصحاح 7 في العبرانيين، ممكن بعد إذنك؟ ماشي، اتفضل. ممكن تقري من عدد 18، أديني جبت لك نص واضح وصريح. هكذا يتبين أن نظام الكهنوت القديم قد ألغي لأنه عاجز وغير نافع. الكهنوت، تمام. فالشريعة لم توصل الذين كانوا يعبدون الله بحسبها. الكهنوت حضرتك بيقول إيه؟ الكهنوت.
ولو إلى أدنى درجات الكمال، ولذلك وضع الله أساسا جديدا للاقتراب إليه مقدما لنا رجاء أفضل. لحد هنا تمام جدا، برضو ما قاليش أنه لغى الشريعة، ده اداني درجات تانية للكمال. ثم إن إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء للناموس لم يكمل شيئا. حلو، بس ما لغاهوش حضرتك، فين الإلغاء اللي انت بتقول عليه؟ هو الدن زي ما المسيح قال بالظبط، بيقول لك في عدد 18 بيقول لك فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. ماشي، أنا عندي هنا هكذا يتبين أن نظام الكهنوت، بص النص حضرتك بيقول نظام الكهنوت، معلش أنا مش بحب الفان دايك، لأن الفان دايك يعني نسخة ساعات بتحط كلمات مش في محلها. هكذا يتبين أن نظام الكهنوت القديم، دي من ترجمة الحياة، قد ألغي، اللي هو إيه؟ الكهنوت، ما قاليش الشريعة، الكهنوت، نظام الكهنوت. 18 بيقول الكهنوت الوصية السابقة. حضرتك في ترجمة الحياة، طب نجيبها من الأخبار السارة ونشوفها بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ بتقول وهكذا بطلت الكهنوت السابق لضعفه وقلة فائدته. طب نجيب اليسوعية. يسوعية مش ظاهرة عندي، طب نجيب الـ ASV بالإنجلش. 40 برضو مش ظاهرة قدام، لكن أنا قدامي الحياة أهي، ترجمة الحياة بتقول الكهنوت، فحضرتك بتقول لي الوصية. ترجمة الحياة ترجمة تفسيرية حضرتك، عارفة رائع جدا، ترجمة تفسيرية معترف بيها. لا لا، إزاي مش نص؟ ده بيجيب لك الأصل. لا لا لا، مش بيدي لا. المعنى، مش بيدي لا المعنى، بيدي المعنى المظبوط، لا بيدي المعنى المظبوط، وإلا يبقى حضرتك عندك تناقض في نصوص كتابك، كل ترجمة بتقول حاجة بمزاجها. هو لو الترجمة اختلفت يبقى تناقض؟ طبعا، ما حضرتك هنا بتقول لي الوصية وهم بيقولوا الكهنوت، انت كده دخلت الكتاب أولاً، دخلت الكتاب في قصة تانية بصراحة. ترجمة الحياة دي ترجمة تفسيرية وكل الطوائف بتقول كده. ماشي رائع، بس معتمدين عليها. لا، مفيش حاجة اسمها معتمدة يا فندم، وهي دي معتمدة بالنسبة للأجانب؟ انت اللي قلت معتمدة. لا، انا ما قلتش معتمدة، هي دي معتمدة للأجانب. يعني ايه معتمدة للأجانب؟ يعني هي الفان دايك دي اللي الأجانب بيقروا منها عشان حضرتك تقول لي معتمدة؟ معتمدة يعني رؤساء الطوائف بيعتمدوها. معتمدين على الكل على فكرة دلوقتي، مين قال ان هم معتمدين على دي بس؟ حتى دي بتناقش فيها؟ لا انا مش بناقش، دي حاجة معروفة جدا ان دلوقتي بيقرأ من ترجمة الحياة عادي جدا زيها زي اي ترجمة، من كل الترجمات على فكرة. وهو انت، هو حضرتك النص الاصلي بتاعك فان دايك ولا ايه؟ معايا الفان دايك. ايوه، يعني النص الاصلي لكتابك هو الفان دايك؟ لا لا، مش النص الاصلي. طب حلو رائع، يبقى انا لما اقرأ من الحياة دي ما فيهاش حاجة. طب انا دلوقتي كل لما هجيب لك انت عايزه نص، طب ما انا دي حاجات بالنسبه لنا كمسيحيين منتهيه ومش محتاجه نص. مش منتهيه ولا حاجه، ما انا عندي النص. انا عندي النص قدامي اهو. انت رفضتيه وقلت لي لا ده انا عندي ترجمه تانية. انا ما عنديش ترجمه يا فندم، انا ما عنديش، انتوا اللي عندكم. هي ترجمه الحياه دي بتاعتي يا حضره القسيس، هو انا اللي عاملاها؟ انا مالي. طيب انا، طيب خدي الكلمة اللي بقولها لك، بس انت أكاديمية والمفروض فاهمة الفرق بين ترجمة النص وبين الترجمة التفسيرية. حضرتك ترجمة الحياة جميع الطوائف بتقول كده، مش رأيي أنا الخاص، دي ترجمة تفسيرية مبسطة للناس اللي مش قادرة تفهم اللغة الفصحى بتاعت نص. وهو يعني لو كتب لي، لو كتب لي الوصية في الترجمة التفسيرية أنا مش هفهمها؟ هفهمها طبعا. هو شال كلمة الوصية وحط الكهنوت، لأن ليه بقى؟ هنا في الجزء اللي قارن بين كهنوت المسيح وبين كهنوت ملك صادق، فبدل ما يقول من فإنه يصير إبطال الوصية السابقة. يبقى كده يا حضرة القسيس كده بيتحرف بقى إن هو يشيل لي الكهنوت ويحط لي كلمة تانية. ما صحش اللي أنت بتقوليه ده، في فرق بين أنت أكاديمية يا دكتور. ما أنا أنا عشان أكاديمية. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا عشان أكاديمية لما يجي يحط لي كلمة، يحط لي كلمة مساوية ليها، يعني بدل ما يحط لي كلمة الوصية يحط لي كلمة مساوية لكلمة الوصية
تبقى هي في نفس المعنى، لكن هو شال الوصية خالص وراح حاطط لي الكهنوت. ايه علاقة الوصية بالكهنوت؟ مش هدفعك الفلوس، خدي المعلومة دي هديها لك ببلاش. حضرتك التحريف الكلمة دي لا تقال إلا لما يحصل تحريف في النص الأصلي، لكن الترجمة لا يقال عليها تحريف وإنما يقال خطأ ترجمة يا دكتور. طب نجيب النص الأصلي، أنا عندي الكتاب اليوناني، إيه رأيك؟ طب أول كلمة في العدد 19 أنا مكتوب عندي إذ الناموس لم يكمل شيئا، مكتوب في إيه في ترجمة الحياة؟ مكتوب فالشريعة لم توصل الذين يعبدون الله بحسبها ولو إلى أدنى درجات الكمال. طب ماشي، هو الناموس هو الشريعة، هو بيتكلم على إن إحنا خلاص صار إبطال لشريعة. طبعا بيتكلم على الطقوس والكهنوت، مش بيتكلم على الشريعة الأدبية لأن دي سريعة إلى الأبد. حلو، يعني ما يعني بيتكلم على الكهنوت مش على الشريعة الأبدية زي ما حضرتك ما بتقول. الكهنوت بطقوسه مش كده ولا ايه؟ طب والكهنوت يعني مش فاهمه يعني ايه الكهنوت بطقوسه؟ هو هل حضرتك بطقوسه هي الذبايح والخميره؟ لا الخميره بص يا حضره القسيس، الخميره والحاجات اللي بتقدم على المذبح لو احنا هنلغي الكهنوت فالمفروض نلغي المذبح، ايه راي حضرتك؟ لا ما نلغيش ليه بقى؟ ما احنا اصلا المسيح في صحنه قد ذبح، خلاص ما فيش حاجه تتقدم على المذبح تاني، احنا كده هندخل في قصه تانيه لان اصلا المفروض ما كانش يبقى فيه مذبح. انت عارف ان انا كنت انجليه ولا اؤمن اصلا بوجود مذبح، وعندي ما يدعم فكرتي من ايام ما كنت انجليه اصلا، تمام؟ فهو فكره المذبح في الكنيسه الارثوذكسيه فكره خاطئه. فحين ان انا اجيب مذبح يبقى انا كده تمسكت بكهنوت اليهود لسه، ان انا اجيب مذبح، فاذا لازم اتمسك بكل ما هو خاص بالمذبح. حضرتك تمسكت بالمذبح؟ تمسك بكل ما يخصه. يعني ليه خدت المذبح من اليهود وبتقدم لي عليه خميره؟ خلاص الكاثوليك بيعملوه بدون خميره، انا مش شايف ان الموضوع حضرتك اللي قلتها ترد عليه والله مش انا. الأرثوذكس ما عندناش مشكلة مع الخمير، الكاثوليك بيعملوه خلاص تمام. يعني حضرتك معترف ان كده في مخالفة لنصوص الكتاب ولكن ما عندكش مشكلة فيها؟ لا فين المخالفة لنصوص الكتاب؟ ما احنا لسه بنقول اهو ان حضرتك عندك مذبح ومتمسك بمذبح اليهود، بتقدم عليه خميرة ليه؟ احنا مش ملتزمين بكل طقوس اليهود. ليه مش ملتزمين؟ هم واخدين من عندهم المذبح ليه؟ مذبحنا ليس هو مذبح اليهود. امال مذبحكم هو مذبح مين؟ اليهود عندهم مذبح واحد كان في الهيكل في اورشليم، لكن احنا كل كنيسه بنسمي مذبح مش لان بنذبح عليها حيوانات، لان احنا بنقدم ذبيحة المسيح أو ما نؤمن أنه امتداد أو هو بركات زبيحة. امتداد للذبايح، لذبايح العهد القديم صح ولا لأ؟ لا لذبيحة الفصح. لا إزاي المسيح امتداد لذبيحة الفصح؟ حلو، يبقى المسيح هو امتداد لذبيحة الفصح، فأنا خدت ذبيحة الفصح برمزها من اليهود بمذبحهم، أخد الخميرة ليه؟ انتي مش راضيه تتراجعي عن اتراجع؟ انا جايبه نصوص، انا جايبه نصوص لحضرتك، اتراجع عن النصوص؟ انت ماسكه في ترجمه تفسيريه وتقولي لا انا مش ماسكه في ترجمه تفسيريه، والله انا ماسكه في ترجمه مش انا اللي حطاها، المسيحيين هم اللي حاطينها وعرضها دار الكتاب المقدس زيها زي الفان دايك بالظبط في مكتباتهم وفي مكتبات الكنائس كلها، انا كنت جايباها من مكتبه كنيسه عادي. بصي عليها من بره كده هتلاقي مكتوب ترجمه تفسيريه. ماشي، طب وهي طب انا عاوز اقول لحضرتك بس، هو انا لما اجي افسر هي الترجمه دي، الترجمه دي بقت عادي مباحه ان الكل يقرا منها؟ خلاص الكتاب المقدس الدراسي اللي معايا اللي كنت بدرس منه ايام اللاهوت بالترجمه التفسيريه بتاعه الحياه، انا دلوقتي لما يجي لي ترجمه تفسيريه تجيب لي كلمة لازم الكلمة، أنا لما أجي أفسر يا فندم لما أجي أفسر أجيب كلمة مساوية للكلمة اللي موجودة في الأصل
ولا اجيب كلمه تانية خالص؟ دلوقتي حال احنا هنقعد نناقش الترجمات والمفروض الترجمات تتعمل ازاي. من فضلك اقري اللي على الجلده بتاعت. وانا ماليش دعوه بالجلده يا حضره القسيس، هي دي نسخه، هي دي نسخه موجوده في المكتبات ولا انا اللي جايبها من عندي؟ موجوده كترجمه تفسيريه. طب تفسيريه من فضلك ما تحاوليش تهربي من الحاجة. انا ما بهربش. طب هي ترجمه تفسيريه، انا دلوقتي لما اجيب ترجمه تفسيريه المفروض يجيب لي نفس الكلمه في التفسير ولا يجيب لي كلمه تانية وابقى ملزمه بيها؟ يجيب لي كلمه مبسطه. لا مش مبسطه، يجيب لي مبسطه بنفس المعنى يا حضره القسيس، مش مبسطه بمعنى تاني. دكتوره الترجمه اللي في ايدك الكنيسه الارثوذكسيه رفضها بسبب اللي احنا فيه ده. الترجمه الكنيسه الارثوذكسيه رفضه ترجمه الحياه، ومحدش بيقبلها غير الانجليين بس. مين اللي قال الكلام؟ مين اللي قال الكلام؟ انا راجل ارثوذكسي، انا راجل امص الكنيسه الارثوذكسيه. طب نشوف كده سانتا كلا بيقول ايه. ده هتلاقي البابا شو ده عامل فيديوهات ضد الترجمة دي انه رفض. لا رفض العربية المشتركة، لكن دي لا. هو رفض ترجمة الحياة. لا مش رافض دي، هجيب لحضرتك دلوقتي. انت تعرفي اكتر مني. هجيب لحضرتك، هجيب لحضرتك. انا بس ايه بحاول اجيبها لك عشان خاطر ايه. انا بقى سواء حضرتك رافضها او مش رافضها، انا يعني انا شايفه ان ترجمه وموجوده، وموجوده ايه؟ موجوده في ايد الناس كلها. هل حضرتك دلوقتي ترجمه الفاندا طب تقبل ايه من الترجمات الانجليش؟ لا انا اقبل ترجمه الفان دايك، هاتي لي الفان دايك ونتكلم. لا انا عاوز اقول لحضرتك، طب انا دلوقتي انا واحد دلوقتي، طب اسمعني بس، انا واحد ما بقراش عربي، تقبل ايه من الانجليش؟ انا مش عيدي. طب ترجمات انجليش، طب هات اي ترجمه انجليش. لا اللي يعجبك قول لي عليه. ما انا مش دارس ترجمات انجليش، مفهمش. ما هو اصلي ترجمات انجليش، ما هو اصلي اصل يا حضره القسيس دلوقتي حضرتك بتقولي دي ترجمه تفسيريه، طيب ماشي، في حضرتك مش ملزم بيها. طيب انا كواحد ماليش في العربي ومش ملزم بالفان دايك، لكن ملزم بترجمه انجلش، هات لي ترجمه انجلش وانا اطلع لك منها النص، تكون حضرتك ملزم بيها عشان نشوف النص فيها بيقول ايه. لا شوفي اي ترجمه انا راضي، بس انت يعني شوفي ترجمة قولي لي ترجمة كذا وافتحي النص واقري لنا، هتلاقي مكتوب فيها الناموس برضو، مكتوب بالكهنوت برضو هلاقي فيها الناموس. ده حضرتك يعني مصمم ان ده اللي هيكون موجود؟ ايوه لان دي ترجمة نصية. طب ثانية هجيب لك ترجمة تفسيرية. هجيب لحضرتك. حاضر 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 نشوف. طب بيقول اللائحة السابقة، اللائحة السابقة ده معناها ايه؟ اقرا الكلمة الإنجليزي اللي قدامك. The former. اللائحة السابقة اللي هي أكيد العهد القديم، يعني إيه السابق اللي هو هنا الوصية. يعني إيه اللائحة بقى؟ يعني إيه اللائحة؟ لا حضرتك الوصية دي حضرتك اللي بتقولها، إيه اللائحة بقى؟ أدي ترجمة. لا الوصية بتقولها ترجمة الفان دايك مش أنا اللي بقولها، فإنه يطيل إبصار يصير إبطال الوصية السابقة. ماشي، هنا بيقول لي اللائحة. في الاي اس في بيقول لي اللائحه. حضرتك بتفهمي انه يقصد العهد القديم؟ لا ما فهمش. افهم ليه؟ يعني كلمه اللائحه دي معناها ايه؟ تتعبي نفسك وتفهمي ليه؟ يا دكتوره يعني ايه ما بفهمش افهم ليه؟ ايوه يعني إيه؟ انا مش فاهمه، انا بيقول لي اللائحه، انا افسر اللائحه دي يعني الوصيه؟ هي كلمه لائحه معناها وصيه؟ يعني قول لي حضرتك بالعربي، بالعربي كده. لا بالعربي، بالعربي. ايهاب، ايهاب محامي يا استاذ ايهاب،
لما اقول لك اللائحه القديمه، احنا مثلا بنتكلم عن قانون العمل، لما اقول لك اللائحه القديمه مش بتبقى كلمه اللائحه واضحه بالنسبه لك تدي معنى ولا ما ممكن تيجي اكثر من معنى، ممكن تيجي لائحه بمعنى مسوده، لائحه بمعنى قوانين، لائحه بمعنى تعليمات، يعني اكثر من معنى حسب في الحاله بتاعتنا. اللائحه القديمه تيجي بمعنى ايه؟ ايه التخمينات اللي ممكن تيجي في الحاله دي؟ في حاله الكتاب نفسه الكهنوت السابق برضه ليه ما يكونش الكهنوت؟ ما دي لائحه، مش لائحه كهنوتيه، تمشي على الكهنوت، ممكن تمشي على تمشي على الكهنوت برضه يعني كذا معنى. سياق النص نفسه، سياق النص شوف هو عامه سياق الاصحاب نفسه مش حتى لو هنرجع من البدايه خالص من نقطه الصفر، كاني لسه فاتح معاك المكالمه، انت بتقولي ان المسيح استخدم فطير صح؟ طبعا. طب هو نص الكتاب يسوع استخدم فطير ولا استخدم خبز؟ لا خبزا. لا لا، نص الكتاب بيقول ان هو كلمه، الكلمه المستخدمه في اليوناني معناها فطير، وحضرتك ارجع للنص الاصلي. ترجمت بقى في الفان دايك اللي حضرتك متمسك بيه لخبز، ده خطا، لان هو فطير، خبز غير مختمر. حضرتك لما ترجع للكلمه اليونانيه الاصليه هتلاقيها انها خبز غير مختمر. المسيح كان هيجيب خبز مختمر منين حضرتك في وقت الفصل؟ الكلمه اليونانيه الاصليه ممكن كيف تقوليها لي؟ اجيبها لك. حاضر. هرجع للكتاب اليوناني وهجيبها لحضرتك. معلش هات لي النص كام يا ايهاب في متى؟ متى 26 26 ثانية ومرقس 14 22 مرقس 14 22 انا عندي اصلا الكتاب اليوناني، معلش ثانية بس عشان خاطر الكتاب اصلا ايه ما فيهوش سيرش فلازم اقلب فيه عشان دي نسخة قديمة. ثواني احطها لكم على لقيتيه ولا لسه؟ اتفضل اهي حطيتها على الجروب. انا نسختها من الكتاب. انا مش عارف افتح النص واحنا بنتكلم. لا ما إيه؟ ده مش النص، ده الكلمه من الكتاب نفسه. هنسخ لحضرتك، هنسخ لحضرتك النص بالكامل اهو. حاضر. انت جاي بتجي فتحة متى ولا فتحة مرقص؟ متى 26. طيب حلو، طيب انساخي ايه 26. اوكي ثانية بس عشان مش هتتنسخ كلها، بتتنسخ سطر سطر، فثانية ادي سطر اهو. احنا مش عايزين غير اول سطر، وفيما هو يأكلون اخذ يسوع الخبز. والله انا هجيب لحضرتك اصل يعني مش يوناني اللي تبعتيه ده، ده الغريفي ده. لا والله يوناني، انا اهو من الكتاب اليوناني اللي قدامي. اليوناني الخبز المختمر اللي هو الارطب، الارطس اللي هي اللفظه اللي مستخدمه في الانجيل ارطس. برافو عليك. ادي النص حضرتك ما فيهوش، مش موجود في الارطس، ما فيهوش ارطس. انا مش لاقي ولا كلمه في النص ده ما فيهوش ارطس حضرتك. انا متلخبطه. ماشي، ما هو ما فيهوش الارطس. طب حضرتك طلع، لا يعني المفروض، بص انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، حضرتك المفروض كاهن واكيد عندك نسخه يونان، طلع منها. انا مسافر فمش معايا المكتبه بتاعتي، فحتى كل الكلام اللي انا بقوله طيب. اجتهادا من اصل انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، لو المسيح قدس الطقس على خمير هيجيبها منين؟ هيجيب الخمير منين؟ احنا كنا في اسبوع الفصح، اسبوع الفصح اللي اتقال عنه ايه؟ اللي الرب قال فيه تعزلوا الخمير من بينكم، قال ايه كده بالنص؟
هو أصلا اليهود في ذلك الزمان ما كانوش متفقين على عيد فصح واحد زي المسلمين لغاية الأيام بس التي انا عاوز اقول لحضرتك، هو قال لهم ايه؟ قالوا له اين نعد، اين نمضي لنعد لك الفصح؟ خلاص، وراحوا في المكان اللي هما كانوا قاعدين فيه ده لياكلوا الفصح. هم ما حبوش يدخلوا دار الولاية لئلا يتنجسوا حتى يأكلوا الفصح. ليه؟ لأن اليهود في ذلك بس الزمان ما المسيح في كانوش الوقت ده، متفقين. انا ماليش دعوة بالباقي، انا ليا دعوة بده، المسيح كان بيأكل الفصح في اليوم ده مع تلاميذه. فالمسيح وهو بياكل الفصح مفيش خبز، مفيش، فهيجيب خبز منين؟ قاعد بياكل الفصح مع تلاميذه، هيديهم منين خبز فيه خميرة وهو بيحتفل معاهم بالفصح؟ حتى لو غيره في الوقت ده ما بيحتفلش، لكن المسيح واضح من النصوص اللي كانت متقالة ان هم راحوا يعدوا ليه الفصح، فكان قاعد بياكل معاهم الفصح، فهيجيب منين انت خميرة يا شايف حضرة ده القسيس؟ هيجيب منين خميرة؟ على يعني على اساس انه هم مثلا مش معاهم اكل وهم ماشيين؟ ماشي انت عارفه ان النبي ازاي؟ صلى الله ده عليه الرب قال ان هم يعزلوا الخميرة من وسلم بينهم. هو حضرتك، طب انا هجيب لك النصوص اللي بتقول ان لو، بص اهو في الخروج اصحاح 12 عدد 15: 7 ايام تاكلون فطيرا، اليوم الاول تعزلون الخمير من بيوتكم، فان كل من اكل خميرا، كل من اكل خميرا من اليوم الاول الى اليوم السابع تقطع تلك النفس من اسرائيل. ما ينفعش. وهنا ايه في عدد 19 قال ايه؟ تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض، يعني حتى الغريب هو كان بيلغي كل اللي انت يلغي ازاي يا فندم؟ بتقوله. يلغي ازاي؟ والتلاميذ ساعتها كانوا هيقبلوا كده ازاي؟ دول يهود، كانوا هو هيقبلوا كان ازاي ان بيلغي المسيح يجي اللي هم لحد آخر وقت ما كانوش مؤمنين بيه، انه غير انه هو المعلم، يبقى يجي المعلم ازاي ينقض الناموس نقد مباشر كده في الفصح وياكل خميرة والمفروض يقطع من إسرائيل، وحضرتك تقول لي ياكل معاهم عادي وهم يسكتوا؟ ده حاجة زي دي كان لازم تدون. هو كان بيلغي شريعة العهد القديم وبيسلمهم شريعة العهد الجديد وبيأسس لهم الفصح بالطريقة المسيحية. لا يعني لا، انا ما عنديش كلام بيقول كده يا حضرة الاساس. هو اخذ الخبز، اخذ الخبز اللي قدامه وكسر وبارك وكسر قدامه. حتى في الأفلام اللي احنا كنا بنشوفها على فكرة كان فطير، على فكرة يعني. انتوا بقى عملتوا خمير مش عارفة ليه. يعني انت شايفه ان ده غلط عند الارثوذكس يا طبعا ستي؟ خلاص صح عند الكاثوليك. يعني برضو الموضوع هو في الاول وفي الاخر خلاف طقس بيننا احنا وبين الكاثوليك، بس ماشي. طب الموضوع ابسط مما يكون. بس لا، مش الموضوع أبسط. حاسم الحوار بتاعنا هل بالكلام اللي هل قلناه ينفع في اعمل الاول. طقس، هل ينفع اعمل طقس مخالف للشريعة واقول ان الامر بسيط؟ مش مخالف للشريعة، أديني بقول لك إحنا مخالف. في العهد الجديد غير ملتزمين لا بالشريعة الطقسية ولا بالشريعة التشريعية امال للعهد ملتزمين القديم. بايه؟ بناخدهم، مش هنلغيهم من الكتاب، بناخدهم كدراسة على أساس إن بس الأمور كانت بتشير طب للمسيح طب واللي مش وتحققت في هيدرسهم، المسيح. واللي مش هيدرسهم ملهاش لازمة؟ طب امال عقوبة الزاني يعمل ايه في العهد الجديد؟ يعني الزاني يحصل له ايه؟ احنا مع القانون المدني اللي قيصر يؤمر بيها هنقول له امين، امر انه انا ما عنديش يسجنه. حاجة بتقول كده، ما عنديش حاجة في النصوص الكتاب بتقول الكلام ده. انت واقفة عند اعطوا لقيصر عند الجزية وشايفة ان ما هو موضوع النص، الدينار هو النص بس كان في جزية ينطبق عليه حضرتك. هذا الكلام، طب واحنا شايفين ان المبدأ حطلنا المسيح حطلنا مبدأ نمشي عليه في الجزية وغير الجزية، ده يعني انا مش موقف دلوقتي، موضوع طب الدينار. انا هقول لحضرتك حاجة، يعني انا هل الزنا ده حاجة حلال ولا حرام؟ انا عارفة ان حضرتك ما عندكش حلال ولا حرام، لكن طبعا الزنا ده من الوصايا العشر اصلا، فهو المفروض حرام. خطية، حرام، خطية طبعا، حرام، خطية. رائع كده. لو انا رحت بلد قانونها المدني بيقول ان الزنا مش هتحاكم عليه، ايه رأيك؟ قانوني الالهي يقول ايه؟
لا انا ماليش دعوه باللي بيزنوا، هم بيزنوا مع بعض. انا عاوزه قانون الهي يا حضره القسيس. الله انزل لنا الشرائع علشان تنظم معاملاتنا في الارض، فلما يسيب الامر كده متروك لهوى الناس، انا لما اروح مكان فيه مثليه جنسيه ويبقى عادي، ما هو القانون المدني بتاعهم عادي فيه المثليه الجنسيه، انا هتحاسب ولا مش هتحاسب؟ يعني انا لو مارست مثليه جنسيه في بلد هي بتبيح المثليه الجنسيه، انا هتحاسب ولا لا؟ حسب كلام حضرتك هتحاسب عند ربنا ولا مش هتحاسب؟ هتحاسب عند ربنا طب طبعا. يبقى اذا في اهو، ما الشريعه لسه موجوده. لا الشريعة ده عقوبات أرضية، إنما العقوبات السماوية دي ملناش دعوة بيها. العقوبات الأرضية هل في عقوبات دينية على اللي بيعملوا هذه الأفعال ولا مفيش عقوبات دينية؟ العقوبات مدنية بس، الموضوع مدني فقط. المخدرات مسموح بيها في هولندا، ملناش دعوة طالما يعني انت عاوز تقول لي حضرتك كده ان انا دلوقتي اتبع عقيدة انا ما بقاش عارف فيها ايه هو الصح من الغلط، متروك الامر للقانون لا المدني؟ لا ما تقلقيش ابو قرش على ابو طب قرشين، فهمني بقى. الصح معروف، اه الصح معروف والغلط معروف. الغلط بالنسبة للناحية الدينية عليه عقاب عند الله اللي هو فيما ايه، بعد اللي هو ايه حضرتك؟ الهلاك الأبدي، فين الإنسان فين هيبقى الكلام ده يتلقى الرحمة موجود؟ والنعمة. فين الكلام موجود؟ كلام إن الخاطئ هيروح في الهلاك لا لا الأبدي، الكلام ان الزاني هيحصل له كده، القاتل هيحصل له كده، حسب نصوص العهد القديم موجودة عندي. سيبيني أكلم، سيبيني أكمل يا دكتورة. قلنا الصح معروف والغلط، بجيب الكلام من أوله عشان يبقى مبني على بعضه. ده معروف والغلط معروف. العقوبات عند الله الهلاك الأبدي للخاطئ أيا كان هذه الخطية، ما لم يتوب الإنسان ويتراجع عن شره، دي حاجة معروفة برضو الكتاب اتكلم عنها. نيجي بقى للعقوبات التي في هذا العالم. المسيح ساب العقوبات للحاكم، العقوبة اللي على الخطية اللي في هذا العالم المسيح سابها للحاكم. الحاكم هو اللي قرر واحنا نمشي وراه، طب لا قال لنا القاتل هيتعاقب كده، ولا المسيح قال لنا الزاني هيتعاقب كده، ولا السارق هيتعاقب كده، وإنما ساب الموضوع كله للحاكم. قال لهم من أقام عليكم قاضيا، لما راحوا يتكلموا معاه تعالى احكم بينا، قال لهم لا الأمور دي أنا مش بتدخل فيها، طيب ما فيش أي حد. وإذا كان المسيح نفسه قال ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء، يبقى إيه؟ اما انا قلت لك كل المكان اللي هو قال فيه ما ما أنا جئت قريت، لأنقض ايه، ما أنا قريت. هتلاقيهم كلهم من اول كلمة لاخر كلمة بيتكلم عن امور سلوكية ادبية اخلاقية. ماشي، يبقى هو مش جاي ينقض الشريعة فعليا؟ فعلا أهو، لم ينقضها، لما لم قال ينقضها. إن من نظر إلى امرأة فقد زنى بها في قلبه، صح؟ قال بقى، قال يلا نرجم الزاني، ما قالش. لكن ما قالش ما نرجموش برضه. ما هو انا قلت لك ان هو سلم الموضوع لقيصر، فبعد ما سلمه فإذا ما لقيصر لغاش مشي. يبقى إذا ما لغاش الشريعة أهو، ما هو ما لغاش، ما قالش لأ، ما سلمش الموضوع لقيصر، هو ما قالش لأ ما لا نلغيش. لا لا ده هو صعب موضوع الزنا اكتر. قال ايه؟ قال ان مش بس انك تزني، ده انت لو بصيت لها يبقى عليك حكم زنا. الموضوع بقى اصعب، اداله بعد جديد. أنت موافقة على النص ده، على إن اللي بص لامرأة فقد زنى بها، موافقة على النص ده إن اعتبار نظرة الشهوة خطية؟ لا مش موافقة طبعا على النص ده. يعني شايفة إن الراجل يبص للست بشهوة مش خطية عادي؟ لا انا ما قلتش كده، ولكن لا يقام عليه حد الزنا. لا أنا ما جبتش سيرة الحدود، لا أنا دلوقتي، جبت لا التقييد. احنا دلوقتي، لا لا انا بتكلم في حدود اللي التقييد هي ايه، اللي هو كان بيكلمهم في الزنا. قال لهم ايه؟ لكن الزنا بالنسبة لي اللي انتوا بتتكلموا عنه اللي فيه حدود، انا بالنسبة لي ان كل من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. فحدد لهم هو ده الزنا بقى اللي انا بتكلم عنه، مش بس ان واحد يزني مع امرأة هو ده الزنا، لا ده مجرد انه ينظر لها فهو كده عليه حكم زنا. هو قال عليه حكم الزنا؟ طب هو نجيب، جاب سيرة،
طب نجيب النص. نجيب النص. حاضر. في انجيل متى؟ قول لي النص معلش يا هرفي. خمسة كم؟ اهو تمام. قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني. ما لا تزني دي ده ايه؟ ده الناموس. اما الشريعة بتحدد بقى ايه اللي بيحصل في الزنا. تمام كده؟ فالمسيح ما قالش، الشريعة بقى المكملة لكلمة لا تزني بتقول ايه؟ اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنها خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. تمام كده؟ وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. يبقى إيه؟ هو حد ده هو عقوبات. آه مش هتتنفذ بالشكل ده، لكن ده العقوبات مش بس اللي موجودة في العهد القديم، ده في عقوبات أهو المسيح حطها أكتر. ايه هي العقوبات؟ طيب، فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله. مثلا إننا نقطع إيدينا ونحل عينينا. والله أنا النص قدامي بيقول كده، لو حضرتك عندك حاجة غير الكلمتين دول ماشي. النص حضرتك لازم تفهميه هو يقصد ايه. لا إيه؟ انا فهماه زي ما هو قدام عيني كده. عشان طب ما انا هرد عليكي لو انت عايزه تفهميه بحرفيته. هو قال ان كانت عينك اليمنى، يبقى انا لما اقابل حضرتك هقفل العين اليمين وابص عليك بالشمال، انا كده في السليم. بفهم النص بحرفيته زي ما انت عايزه تعملي. انا لما هشوفك هروح مغمض العين اليمين وبحلق فيك بالشمال. لا انا هتقدري تقولي لي نقلع عينك؟ اقول لك لا، هو قال العين اليمين ما جابش سيره العين الشمال. والله لو كانت الشمال، ما هو ما قالكش بقى لو كانت الشمال تعثرك لحها هي كمان. ايه؟ صح، مجرد ما يقول كلمة تخرج من بقه يعني دي أبسط للمجمع لامرأة كمان. بالظبط، يبقى مستوجب المجمع على طول. أنا عايز أفهمها فكرة إن نشوف المعنى المقصود إيه، مش بس نقول أنا قدامي. لا أنا قدامي نص. يا حضرة القسيس، أنا ماليش دعوة بالمعنى الروحي اللي حضرتك بتتكلم فيه، أنا قدامي نص. حلو إنك عارفة إن الكلام ده معنى روحي. ما أنا ماليش دعوة. لا أنا مش عارفة إن الكلام حضرتك اللي هتقول ده معنى روحي، أنا ماليش دعوة بالمعنى الروحي. أنا عارفة اللي حضرتك هتقوله. فأنا ماليش دعوة بالمعنى الروحي، أنا ليا دعوة بنص قدام عيني. أنا كواحدة مسلمة مش مطلوب مني أدخل في معاني روحية. مطلوب مني نص قدام عيني. هو ده النص. كواحدة مسلمة، أنت كواحدة مسلمة، أنا لو جيت أناقشك في الإسلام مش لا، إحنا دلوقتي بنتناقش. وأقول لك النص. أنا ما بفسرش على مزاجي. أنا ما فسرتش أصلاً. يا حضرة القسيس أنا ما فسرتش أصلاً. انا ما فسرتش اصلا. انا قرات النص. اللي عملت ما فسرتيش. لا انا بقول لك ده، تقولي لي لا انا قدامي نص. ماشي، ما انا قدامي نص. هو انا فسرت؟ هو انا فسرت؟ حضرتك اللي بتفسر. انا بقرا النص فقط. طب هل تعرفي ان في اي فئه مسيحيه في الكره الارضيه بتفسر النص بالطريقه اللي حضرتك قريتيها دي؟ انا ماليش دعوه هم بيفسروا ازاي، وما ببصش على تفسير على فكره يعني. ما ببصش على التفاسير اصلا. انا عندي نصوص. بصي يا حضره القسيس، الكتاب مكتوب بترجمات كتير جدا، تقدر تفهمه بترجماته من غير ما تبص على تفاسير اصلا، مش محتاج يتفسر يعني، مفيهوش حاجات غامضه يعني عشان اروح اخلي حد يفسره لي. هو محتاج يتفهم، محتاج يتفهم. طب ماشي، ما هو مفهوم اهو. يقصد ان كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها، ما يقصدش ان احنا هنخلع العين اليمين. طب ما العين الشمال بصت مع العين اليمين، نخلع اليمين بس ليه؟ اذا المعنى اللي وصلك من النص معنى خاطئ. علشان تفهم النص صح لازم يوصلك المعنى الصح، فما تاخديش معنى. لا انا اقصد حضرتك ان هو عنده عقوبات ارضيه مش زي ما حضرتك قلت.
لا توجد عقوبات أرضية في ازاي نص يعني؟ الإنجيل، العقوبات الأرضية في يد الحاكم، وهذا المبدأ معمول به عند المسيحيين ما في فيش الكرة الكلام. الأرضية بكاملها بكافة طوائفها. ماشي، ما هو البنت بس الوحيدة هو اللي ما فيش، أصر أن في عقوبات أرضية. ماشي، هو في عقوبات أرضية موجودة، حضرتك لغيتها بقى، دي قصتك، لكن هي موجودة في الكتاب. حضرتك لغيتها ليه؟ ما اعرفش، لكن هي موجودة في الكتاب. انا ما عنديش نص بيقول الغوا يا جماعة الشريعة اللي موجودة في العهد القديم، ما عنديش. فأي من خالف واحدة من هذه الوصايا الصغرى، وصلت الوصية الأولى، رحت أنت جبت لي ترجمة بتقول الكهنوت. طب يا ست الكهنوت من الوصية الأولى، فاللي خلاني طب أبطلت انتوا لغيت، طب انتوا ما ده لغيتوش على الكهنوت ليه؟ شكلها. ما لغيتوش الكهنوت ليه يا حضرة القسيس؟ الكهنوت اليهودي ألغي تماما، واللي موجود حاليا هو الكهنوت المسيحي، ما فيش كهنوت مش أصلا الكهنوت. المفروض. الكهنوت اليهودي نقض في اللحظة اللي شق فيها رئيس هو الكهنة أصلا ثيابه، وده اللي بيتعمل في تجريد الكاهن من الكهنوت، بيشق له ثيابه، تمام، وحتى بقت هو اللفظة العامية المستخدمة يقول لك شلحوه، يعني شلحوه من يشلحوا هدومه، يعني خلوه لبس الكهنوت. هو بإيده راح شق الملابس الكهنوتية بتاعته، فمن هذه اللحظة انقضى الكهنوت اليهودي. اللي موجود عندنا حاليا هو الكهنوت المسيحي، ليس كهنوت الذبائح، وليس كهنوت هيكل العهد القديم، امال ايه وليس الذبيحه؟ كهنوت خميرة العهد القديم، وليس كهنوت كل اللي انت ايوه، هتقوليه ما ده، حضرتك برضو وإنما هو جايبه، كهنوت المسيح. حضرتك كنت لسه بتقولي خلاص احنا عندنا الطقس دوت الكاثوليك بيعملوه صح، رجعنا تاني ليه للخميره؟ ما هو الخميره انتوا ثلاثه بتعملوها غلط. انا بشرح لك اللي احنا بنعمله، ان احنا الغينا الكهنوت بكل ما في الكهنوت. انت تعتبري ان انت شايفه الطريقه دي صح يا ستي، اعتبري الكاثوليك بيعملوها صح والموضوع خلاص. اصل لقيتك متشبثه برايك، انا مش ولما قلت متشبثه، لي انا هات لي متشبثه نص جبت بالكتاب لك النص، تقولي لي لا ده انا عندي ترجمه بتقول غير اللي انت بتقوله. بالظبط. اقول لك دي ترجمه تفسيريه، تقولي لي ماليش دعوه انتوا اللي بتبيعوها. طب ما طب طبعا، انا فين هو انا دعوه قلت لما حاجه غلط؟ ترجمه تفسيريه؟ انا قلت حاجه غلط؟ انا قلت ما كل، قلتيش حاجة غلط، لا ما قلتيش حاجة غلط. انت قلتي ان دي بتتباع عندكم، انا بقول لك دي ترجمة تفسيرية، ومع ذلك حضرتك مش راضية تبصي على الجلدة في الكتاب اللي في ايدك. بصيت عليها، ايه المشكلة؟ ترجمة تفسيرية إيه طب وهو حضرتك تاني برضو يعني هرجع ايه؟ واقول، وهو يعني مش نص. التفسير، التفسير معناه مش نص، ولا الفان دايك نص يا فندم، ولا الفان دايك نص. هو الفان دايك نص؟ لا ترجمة نص، لا ترجمة نص. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ بدليل ان في حاجات كتير جدا في الترجمات الحديثة هي اتشالت من الفان دايك. الفان دايك مزود حاجات كتير قوي هي اصلا مش موجودة في الترجمات التانية. طب هو ايه فيبقى اساس ترجمة نص مثلا ازاي؟ ده النص النصوص اللي الأصلية، متداول في الترجمة النصوص دي؟ الأصلية فيها حاجات مش موجودة، موجودة في الفان دايك. يبقى ازاي طيب بقى حضرتك بتقول لي ترجمة نص أصل؟ حضرتك عندك نص أصل فين؟ النص الأصلي في اللغة اليونانية موجود، لو حضرتك عايزاه نجيبه لك. فين النص الأصلي؟ ده اللي مين اللي كتبه؟ نعم، مين اللي كتبوا النص الأصلي ده؟ إنجيل متى كتبوا متى، إنجيل متى مرقس كتبوا يعني مرقس، أنا النص إنجيل الأصلي لوقا اللي كتبوا حضرتك لوقا. هتجيبه لي بخط إيد متى يعني؟ أنت عايز النسخة الأصلية اللي كتبها متى؟ مش ده اللي بيبقى اسمه الأصلي، ولا حضرتك تقصد إيه طب بالأصل؟ هاتي لي النسخة الأصلية اللي كتبها محمد للقرآن، لا، وأنا أجيب لك القرآن النسخة وضعه الأصلية مختلف اللي كتبها يا حضرة محمد. القسيس، لأن القرآن حفظ، تناقل إلينا بالتواتر وبالحفظ مش بالكتابة، يعني ومش كتب السلف ولما مش جاءهم عرفوا بالكتابة، أن ده القرآن من مبدئيا، زمن الأول الهجري، من زمن الصحابة، ده مبدئيا. يعني من زمن النبوة نفسه، وبعدين كان موجود بيتنقل من زمن النبوة نفسه، وصلت بالحفظ، لنا بالتواتر. بالحفظ ما ووصلت تنقلش لنا بالخط كتابة. المخطوط، وفي مخطوطات من القرن الأول بيد النساخ اللي هم اللي كتبوها، كانوا حفاظ للقرآن اجتمعوا وكتبوها وموجودة في لوح حضرتك، موجودة في اختلف عثمان بن عفان لما جه يكتب القرآن، فاختلفوا، فبقى هو يجيب ان اقرب ما الصحابة اختلفوش ونقل في أي المخطوط. شيء يا فندم،
قصدي حضرتك لما حرق المصاحف؟ كان في مصحف. حضرتك مش فاهم معنى المصاحف. حضرتك مش فاهم معنى المصاحف بقى. المصاحف معناها الصحف اللي كان فيها القرآن وغير القرآن والأحاديث والتفسير وكده، جمع القرآن بس وحرق ما دونه. ما دونه ليه؟ عشان ما يختلطش بعد كده مع أي شيء. حط القرآن لوحده، نسخ القرآن لوحده فقط، آيات القرآن فقط، وحرق أي حاجة دون ذلك. يعني كان الصحابي بيسمع من النبي الآية وبيدون ملاحظات مثلا في الهامش أن النبي قال كذا في تفسيرها وبتاع وكلام ده، فطبعا ما احتفظش بالكلام ده كله جنب كلام القرآن الكريم. فعثمان بن عفان حرق المصاحف اللي هي إيه؟ اللي هي الصحف والورق والرقعة والجلود نفسها والكلام ده. مش معقول يقول حرق مصاحف، لأن ما كانش فيه مصاحف قبله. أول تجميع لمعنى المصحف على بعضه كان في زمن عثمان بن عفان. الصحابة نفسهم اختلفوا في النصوص. محدش اختلف يا فندم، كان حافظ القرآن حاضرين، وكان كل واحد بيراجع عليه أكثر من واحد، وما اختلفوش في أي شيء. حضرتك هتلاقي نص واحد اختلفوا فيه؟ مفيش. القرآن محفوظ، القرآن النهارده حضرتك تلاقي عيل عنده 7 سنين حافظه بالكامل. فدول كانوا كبار الصحابة وحفظوا القرآن، استحال اختلف؟ مستحيل. هو زادت التأكيد كان أكتر من واحد من الحافظة بيقرأ، وكلهم اتفقوا في الروايات وجمع القرآن على الأقل موجود المخطوطات بتاعتنا من القرن الأول، وجمع في القرن الأول حضرتك، وكتب في القرن الأول. إنما لما تيجي لا ده مخطوطة للعهد الجديد، هتلاقي حضرتك في منتصف القرن الرابع وفي نهاية السلائية، واختلافات بينها وبين النسخ الحالية اختلافات بالآلاف. آلاف الاختلافات بين النسخة أيضا مخطوطة والنسخة الحالية الكتاب المقدس. وفي اواخر القرن الرابع 450 ميلاديه. فحضرتك لما تقول لي على الفان دايك انه ترجمه من النص الاصلي، ده كلام مش صحيح. يعني فين النص الاصلي اصلا؟ النص الاصلي اللي هو النص اليوناني. ما ده مش النص الاصلي. يعني انا دلوقتي لو اديتك روايه ويليام شكسبير، هتقولي لي فين النسخه اللي كتبها ويليام شكسبير بايده؟ هقول لك، هي النسخه النص الاصلي لو هي مطابقه للنص اللي كتبه ويليام شكسبير بايده يبقى نص اصلي، لكن لو مش مطابقه تبقى مش نص اصلي. ادم مخطوطه دلوقتي حضرتك، انا بقول لك نعتبرها نص اصلي، نعتبرها نص اصلي اللي هي بعد المسيح ب 450 سنه يا جماعه، نعتبرها نص اصلي، تختلف عن الكتاب اللي فيه بالظبط. اللي بعد المسيح ب 450 سنه ده اللي انت النسخه الكامله للكتاب المقدس، لكن في نسخ جزئيه مش كامله موجوده من قبل كده. لكن اللي انت بتقول عليه النسخه السينائيه، النسخه الفاتيكانيه، النسخه السكندريه، النسخه الرابعه، ربي اسمها ايه، هم 4 نسخ، نسخ كامله للكتاب المقدس والسكندريه والفاتيكانيه. في مخطوطات كتير جدا اقدمها القرن اللي هو اخر القرن الرابع او منتصف القرن الخامس، 405 ده القرن الخامس حضرتك. لو حتى بتتكلم على البرديات حضرتك، لو جمعت البرديات دي كلها ما فيهاش الكتاب كامل، كلها خصوصات واجزاء بعض النصوص. يعني فين الكتاب كامل؟ لما يجي يتكلم على الكتاب كامل هو مخطوط واحد، يعني يعتبر دورة المخطوطات السينائيه. دي من القرن الرابع. دي من القرن الرابع. يعني ده النص اللي حضرتك منقول منه بقى، ده النص اللي منقول منه الفان دايك وغيره. موقع الان بتاكل نفسه، لو حضرتك بحثت على المخطوطه السينائيه هيقول لك دي كانت موجوده وكانت هتفرق، فوجدها واحد كان في الدير المخطوطه هنا لقيناها فحصت لو وصلت 450، قال لك يا ده كان كنز هيتحرق. لما النهارده تيجي تطبقها بالكتاب الحالي حضرتك، الدراسات كلها وكبار الباحثين الغربيين قال لك 30,000 اختلاف، 30,000 اختلاف ما بين اللي موجود في المخطوط ده والموجود في الكتاب الحالي حضرتك في الترجمات دلوقتي. انت بتوع زغلول النجار اللي انت بتقول عليهم. طيب انا هقول لحضرتك ده باحثين، يعني انا عندي ترجمات مختلفه، ماكدونالد والناس دي، انا عندي ترجمات مختلفه. ترجمة الفان دايك فيها نصوص مش موجودة في بقية الترجمات. يعني زي الكلام اللي انت عملتيه كده بين الفان دايك وبين مش موجودة، مش موجودة خالص. يعني عاوز اقول لحضرتك مش موجودة يا فندم، في كلمات غيرت المعنى تماما، اختلاف احنا مش عارفين هي ايه بالظبط. يعني لما تيجي عند الامثال مثلا اللي هو بتاعت 31، اعطوا مسكرا لهالك، اعطوا فعل امر ولا فعل امر. لا انا هقول لحضرتك حاجه تانية. نفتح سفر الرؤيا، سفر الرؤيا الاصحاح الاول. هستأذنكم نكمل الحوار وقت تاني، احنا جلنا اكتر من ساعه. لا حضرتك، يلا ساعه.
سعدت جدا بالمحاضره معاكم. ده وعد من حضرتك يا كابتن، هو رشايف بصراحه تاني فتحت امركم. شرف محترم اخوك، شرف حضرتك. لا طبعا يا حبيبي الله يبارك فيك، ايش ربنا يحفظ عليكم. تشكر جدا، اتفضل اتفضل، شكرا، مع السلامه.